بسعر بسيط جدا وخطوات من البيت هتحصلي على فوائد حلوة جدا لبشرتك ولشعرك ولشكلك عموما وكمان لوزنك، والحاجات كتيرة جدا في مادة الحلبة أو في عشب الحلبة أو نبات الحلبة، وأنا بصراحة بفضل الحلبة المنبتة. مين بيحبها؟ أنا بحبها جدا وبحبها جدا لما تعمل في العيد، بحبها بكل أشكالها اللي هي المنبتة. بصراحة مش بفضل دايما اللي هي الشرب دي. هقول لكم على تركية ازاي ناكل الحلبة المنبتة وريحة جسمنا ما تبقاش بشع، بس تعالوا نعرف الفوائد بتاعت الحلبة المنبتة، واقول لكم كمان في الفيديو ده طريقة كويسة ان احنا نعمل بيها الحلبة المنبتة ونسيبها في التلاجة ونستفيد بفوائدها العظيمة. اول فايدة من فوائد الحلبة المنبتة ان هي مضاد للأكسدة قوي. طبعا كل اللي متابع فيديوهات البشرة والشعر عارف مشكلة الأكسدة. بكل بساطة الأكسدة دي يعني مشكلة بتعمل تلف للبشرة وتلف للشعر، وتبين قد ايه ان احنا بهتانين مش هيلثي سكين، او جلدنا مش في حالة جيدة او شعرنا مش في حالة جيدة نتيجة عوامل الأكسدة اللي موجودة كتير وانتوا عارفينها موجودة في الجو والتلوث والكلام ده كله. طبعا لما يكون باخد حاجة مضادة للأكسدة زي الحلبة المنبتة او حاجات تانية زي التفاح الأخضر اللي معانا من الفيديو اللي فات او الشاي الأخضر والحاجات الجميلة دي والفيتامينز وكده، لان هي مليانة بالفيتامينز فهتخلي بشرتنا وشعرنا في احسن حال. طبعا بعيدا عن ان ناس كتيره بيبقى شعرها اصلا في الاصل مش احسن حاجه، بس مش حاجه ربنا خلقها وحشه، احنا بنحاول نحسن وبنحاول نعمل روتين كويس لشعرنا ولبشرتنا. طيب تاني حاجه من فوائد الحلبه، هتساعد مش هتعمل كده، هتساعد في نزول الوزن. هتساعد ان وزنك يخف شويه. ليه؟ لان هي بتقلل السكر في الدم. طبعا انتوا عارفين ان السمنه سببها الاكل، ممكن يكون سببها الاكل الكتير او الاوفر ايتينج اللي هو بيعلي سكر الدم، وكمان بتقلل الكوليسترول، يعني بتقلل السكر وسكر في الدم والكوليسترول، فدي حاجه كويسه تساعد في زياده الوزن، في انقاص الوزن. ساعات كمان برضو بتساعد في زياده الوزن بس لو خدتيها زي المفتقه ما اعرفش بالتقه دي عمري ما اكلتها، بس لو خدتيها مع سكريات كتير، لو عملتي حلبه كده وكلتي سكر كتير او كلتي شوكولاتات، كلتي حلبة منبتة مع شوكولاتات مثلا، او كلتي مثلا شربتي حلبة وحطيتي عسل او سكر كتير او عسل اسمر، اعتقد دي حاجة قريبة من المفتقة. كانوا بيقولوا المفتقة دي بيعملوها زمان عشان البنات تدخن. زمان بقى كان البنات بتبقى عايزة تدخن، لان هم اصلا كانوا فاكرين زمان كانوا شكل البنات غريب قوي، كان شكلهم رفيع جدا وكانوا بيدوروا ان هم يدخنوا. دلوقتي العكس، سبحان الله، كل وقت وليه اذان وكل وقت وليه حاجاته. تعالوا نشوف برده فوائد الحلبة التانية. يعني برضو المرضعات هتفيدهم جدا في ان هو تحسن جودة اللبن ويزيد انتاج اللبن للبيبي، كويسة جدا علشان الناس اللي بتعاني من جرثومة المعدة. مش عايز اطول في الفيديو، اقول لكم الطريقة دلوقتي. جرثومة المعدة اللي محيرة ناس كتيرة وبتعمل مشاكل كتير في الهضم وبتعمل اوجاع كتير في المعدة، الحلبة هتبقى حلوة جدا لعلاج الجهاز الهضمي. طبعا بتقلل كتير من الام اللي بتحصل الشهريه للبنوتات، بس خلوا بالكم زي ما قلت لكم ما تاخدوهاش مع حاجات فيها كالوريز كتير على قد ما تقدروا. مش هنخلي الدنيا وحشه على نفسنا، بس على قد ما تقدروا كلوا الحلبه وظبطوا سعراتكم او ظبطوا حياتكم. يعني في الفيديو ده بقى هنعرف ازاي نعمل حلبه المنبته وانا بحضرها ازاي، وايه الطرق الصح اللي انت تعمليها عشان ما تعفنش او عشان ما تبصش، ان حبه المنبته وارد جدا تبوظ منك اثناء البروسيسنج او انك تعمليها في البيت. الفيديو مش فيديو طبخ ولا فيديو طريقه حاجه، بس هو عشان الحبه المنبته فعلا فوائدها كتيره جدا للتجميل، ويمكن اهم فايده هي مضاد الاكسده. انا لما اعمل يعني اخد حاجه مضاده للاكسده زي فيتامين سي او حاجه فيها مضاد للاكسده، هضمن ان بشرتي كويسه وشعري كويس. اعملي لايك واعملي سبسكرايب. وعايز اقول حاجه، هيبقى شيء جميل جدا منكم لو دعمتوني باللايك والسبسكرايب والكومنتات لو المحتوى عجبكم. كان عندنا قناه والحمد لله يعني قدر الله ان هي ما تكونش معانا، يعني كانت معديه ال 30,000 ووقعت خالص، بس احنا بدانا تاني من الصفر ومفيش مشكله خالص. في كمان بنقدم لكم منتجات كتيره جدا، من اول السكين كير والهير كير، يعني عنايه بالشعر والعنايه بالبشره والاكسسوارات. قولي رايكم في الحلقه ده، وكمان حاجات برضو للشعر، حاجات كتيره جدا، وكمان يعني حاجات هتهمك جدا كلها موجوده في المتجر. عايزه تشوفي المتجر اضغطي على لينك اللي موجود في البايو او صندوق الوصف، اضغطي على العنوان هتلاقي كل حاجه تهمك. على بالي اشتري شامبو، على بالي اشتري غسول، على بالي اشتري اكسسوارات، على بالي اشتري ميك اب، بتتواصلي معانا وبنقول لك احسن الحاجات اللي نقدر ننصحك بيها. تحجزي ميعاد معايا
وبقول لك على التفاصيل، ان انت تاخدي الاستشاره وتفهمي الحاجات المناسبه ليكي، واول ما تقرري ان انت تشتري يعني هتشتري عادي، ولو مش مقرره تشتري محدش هياخد منك فلوس عن طريق اي حاجه مش في الشات كده هناخد منك فلوس، غير لو انت فعلا هتشتري منتج، وده امر طبيعي. هو في حاجه ببلاش؟ بلاش ده انا ما عنديش ما هتدفع هتوريك اللي عمرك ما شفته، انما بلاش ده انا ما عنديش ببلاش. يلا نخش في الفيديو وازاي نعمل الحلبه المنبته. ويعني انت عايزه تتفادي حته الريحه، هتستحمي كتير، هتشربي قهوه، ما تشربي قهوه ممكن بتقلل، تشربي المشروبات اللي هي فيها زي الزنجبيل او الحاجات اللي هي فيها قرنفل او كده، او استحمي كتير، او استخدمي السودو كريم عشان كمزيل عرق، من الحاجات اللي موجوده عندنا في الشركه جميله جدا بصراحه. لو انت مش بتحبي تستخدمي مزيلات عرق، استخدمي سودو كريم تحت الابط، ممتاز جدا وبيضيع ريحه. ادي التركات اللي موجوده، شوفوا بقى بقيه التركات اللي هتعملي بيها الحبه المنبته عشان تقللي الالام الشهريه اللي بتحصل لك، وتحسني منظر بشرتك، وتبقى بشرتك نضره وشعرك جميل، وفي نفس الوقت كمان تستفيدي بفوائدها الكتيره اللي مش هيكفيها فيديو واحد. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، لايك وسبسكرايب تاني، واسالوني في الكومنتات هرد عليكم على طول. يلا نعمل الحلبه. غسلت الحلبه كويس جدا جدا جدا، لازم تعملي كده، لازم تنقيها من كل الشوائب اللي فيها وتغسليها حلو قوي، وطبعا نقعتها يوم كامل. وبتجيبي اي كاسات عندك بطريقه بتوزعيها كده بالطريقه اللي هي دي التركه بقى، اللي هو مش بتكبسيها كده، بتوزعيها على حوالين الكاس نفسه بحيث تاخد وقت. طبعا لازم تكون مترطبه، بتغسليها بعد ما بتنقعيها وبتصفيها. انا هنا كنت غيرت بس ايه، قعدت اغسلها تاني، انا موسوسه شويه قعدت اغسل اكتر من مره وحطيتها في اللي هو المصفى اللي بتصفي خالص بقى كل حاجه، وبتحطيها في قالب. بتحطي الكاسات دي، لما بحب استخدم الجوانتي ده، ما بحبش استخدم جوانتي اللي هو الرابر التاني ده، بيضايقني، يمكن من ايام الكليه بيضايقني، بس بحب ده اكتر، يمكن عشان مش عملي كمان. فشايفين الحلبه مغسوله ومترطبه ازاي، وشبه منبته، بتقول ها انا هنبت بتقول كده انا هنبت شويه، بتحس ان هو هتطلع نبات يعني. طبعا الخطوات دي مهمه جدا عشان ما تعفنش او ما تبوظش منك. بتوزعها كويس في الكاسات زي ما قلت لك الطريقه دي، دونت سكيب، خليكي معايا، ما تجريش الفيديو لو سمحت، عشان كل حاجه بقولها مهمه. طبعا انا حطاها ليه، حطاها في قالب الومنيا، الكاسات دي حطاها في قالب الومنيا عشان احتفظ اكتر بالرطوبه. معرفش وقت ما تشوفوا الفيديو ده هيكون الجو عامل ازاي، بس انا كنت عاملاها في جو شوية حر وقريب للرطوبة، برضو دخلت الشتاء ممكن يكون الوقت رطب شوية. هنعمل ايه ونحل لو عندنا الجو جاف في بلدنا، هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. طبعا لازم توزعها بشكل صح وتوزعها بكميات مساوية. هنقلع بقى الجوانتي وهقول لكم هنعمل ايه عشان نخلي الجو بتاعنا رطب. هجيب انا ده كان قماشه قديمه بس طبعا نظيفه مغسوله تماما وما في عليهاش اي روايح او مسحوق، بتبليها كويس جدا جدا كل فتره كده وتغطيها كده زي شايفين دي الطريقه، بتغطيها وتسيبيها يوم، وبعد كده برضو هي نشفت اهي، بس شايفين الحلبه بدات تبقى منبته جميله قوي. قولي رايكم في التاتو ده، حرف الان ده جميلة جدا، وشوفوا يعني انا حبيتها وكان طعمها حلو كتير كده، جاهزة على الاكل. في ناس بتحبها اطول من كده وانا ساعات بحبها اطول من كده. حطيت قماشة تانية بلتها تاني بمية مفلترة وحطيتها تاني، وكانت نتيجة روعة جدا. وطبعا بتحتفظي بيها في التلاجة علشان تاكليها يفضل على الريق من غير اي سكريات، حاولي على قد ما تقدري، هي جميلة جدا. واستحمي كتير بقى، حطي سودو كريم واشربي ميه كتير والكلام ده كله، اشربي قهوه كتير. وشايفين الطول، شايفين قمر، وهتخليكي قمر، هي فعلا بتخلي البنوتات حلوه، والحاجات اللي هديه فعلا لكل بنت. وشكرا ليكي على مشاهده الفيديو ده، لو وصلتي لحد هنا في الفيديو قولي في الكومنتات انا جميله، اللي هو انتي يعني مش انا كلنا حلوين، انا جميله، انتي جميله، وانتي عسوله، واهتمي بنفسك وتابعيني عشان تلاقي كل جديد في الاهتمام بنفسك وشكل الحلبة المنبتة بقى. يعني بصوا هروح اكلها، يلا سلام.